ازيكم يا جوني فور، عاملين ايه؟ انا اختبار 3 ده اخر مرة كنت هتشوفلكوا واجب، صح؟ احنا اخر المرة اللي فاتت اخدنا اختبار 1 واختبار 2، واختبار 3 ده كان واجب نحله سوا برضو، عشان حد ايه لو حد ناقصه حاجة. اول حاجة رقم 1، بيقولك وادي. وادي ايه؟ قلنا مفيش عندنا في مصر غير وادي النيل، تمام؟ يبقى رقم 1 ده ايه؟ وادي النيل. طيب 2 بيقول لك، 2 هنا عايز محافظة جاذبة للسكان. ايه هي المحافظة الجاذبة للسكان؟ احنا عندنا 2 صح، عندنا القاهرة واسكندرية. طيب بس هو عايز واحدة اللي عند رقم 2 دي ايه؟ دي القاهرة. هل عشان قلت لكم ان اسكندرية عند البحر المتوسط فوق هنا عند النقطة البيضاء اللي بقول لكم عليها دي، اسكندرية عند البحر، يبقى التانية ايه اللي هنا؟ القاهرة. حلو الكلام. طيب رقم 3 بيقول لك خليج. خليج ايه ده؟ ده خليج العقبة. ده خليج العقبة اللي هو الصوبع الصغير، مش قلت لكم دول شكلهم صوبعين؟ الصوبع الصغير ده خليج العقبة، والصوبع الكبير السويس. حلو. طيب رقم 4 قناة ايه؟ عندنا ايه قناة ايه خدناها في مصر؟ هي قناة ايه؟ السويس. برافو لو حد جاوب. طيب رقم 5، دي دولة ايه؟ مش هو عايز دولة؟ ايوه دولة ايه؟ ها الحدود، فاكرين الحدود الطبيعية والحدود البشرية لمصر؟ مش احنا قلنا في شرق مصر عندنا حدود طبيعية وحدود بشرية؟ حدود بشرية زي تفصل مصر عن مين؟ فلسطين. برافو. يبقى رقم 5 دي ايه؟ دولة فلسطين. وادي الخط ده، ده الحدود اللي بيفصل مصر ايه عن فلسطين، يبقى ده اسمه حدود بشرية. برافو. طيب رقم 6، 6 ده جبل، سوري لا هضبة. هضبة ايه اللي هنا؟ دي هضبة التيه. مش احنا قلنا الحته اللي ما بين الصبعين دي اسمها شبه جزيره سيناء؟ طب لما يقول لك هضبه ايه يبقى هضبه التيه. طب لو قال لك جبل هتقول له جبل سانت كاترين. يبقى في النص هنا اللي ما بين الصبعين، يا اما عايز هضبه يبقى هضبه التيه، لو قال لك جبل يبقى جبل سانت كاترين. برافو. طيب رقم 7، 7 دي دوله ايه؟ ها جارتنا من ناحيه الغرب. برافو ليبيا. تمام. رقم 8 بحر ايه؟ سهله جدا، البحر الاحمر. برافو عليكم. تمام انا براجع معاكم الواجب اهو، اكيد انتوا حلينه. مش اول حاجه بيقول لك ما المقصود، لازم نقرا السؤال. بيقول لك ما المقصود بكل من النبات الطبيعي؟ ايه هو النبات الطبيعي؟ شرحناه المره اللي فاتت خدناه حليناه. قال لك هو النبات الذي ينمو دون تدخل الانسان، يعني تلقائيا نبات ينمو تلقائيا دون تدخل الانسان. احنا بنراجع الواجب، لو حد كان واقف معاه حاجه يكتبها. تمام. وبعتولي برضو لو في حاجة ايه مش فاهمينها او ايه ما كنتش حلينها. طيب تاني حاجة الخريطة. ها تعريف الخريطة حليتوه ولا لا؟ هو رسم توضيح لسطح الارض او جزء منه باستخدام مجموعة من الرموز والالوان وبمقياس رسم محدد. وطبعا احنا خدنا تعريف مقياس الرسم لوحده، صح؟ برافو. طيب تاني حاجة السهل بس الساحلي. خدوا بالكم السهل الساحلي، لان احنا عندنا سهل فيضي وسهل ساحلي، الاثنين نفس التعريف، بس السهل الساحلي اللي بيبقى جنب الايه؟ برافو اللي جنب البحر. طب لو قالك سهل فيضي يبقى الاراضي اللي جنب الايه؟ النهر. طيب تعريف السهل الساحلي هو مساحة واسعة من الارض مستوية السطح تمتد على طول ايه؟ البحار. تمتد على طول البحار. برافو. طالما سهل ساحلي يبقى تمتد على سواحل البحر. زي ايه في مصر؟ زي سواحل البحر الاحمر والبحر الايه؟ مفيش غيرهم، المتوسط. طيب رقم 4 الهجرة. ها تعريف الهجرة سهلة، هي انتقال الفرد من مكان لاخر. هو قال لي هجرة بس ما حددنيش قال لي هجرة داخلية ولا خارجية، يبقى مش هقول له بقى خارج الدولة او داخل الدولة، قال لي هجرة وبس وسكت. يبقى هي انتقال الفرد من مكان لاخر. برافو. طيب تعريف المناخ اكيد كلكم حلتوه برضو، خدناه قبل كده كتير، صح؟ يبقى المناخ هو وصف حالة الجو من حيث ايه؟ الحرارة وسقوط الامطار واتجاه الرياح. طيب مين؟ برافو. مين شطور يقول لي المناخ في فترة زمنية طويلة ولا قصيرة؟ طويلة. يبقى المناخ هو وصف حالة الجو من حيث ايه؟ الحرارة والامطار والرياح، ايه في فترة زمنية طبعا ايه؟ طويلة. طيب الجبل
تعرف الجبل سهل برضو، اخدنا كتير. ها الجبل ايه؟ هي ارض شديدة الارتفاع ولها قمة وجوانبها شديدة الانحدار. برافو. طيب هنا بيقول لي ايه بقى؟ لازم نقرا السؤال. بيقول لك ما النتائج المترتبة على موقع مصر الجغرافي؟ ها ايه النتيجة اللي اترتبت؟ بص خد بالك، هو السؤال راس السؤال ما النتائج المترتبة، عشان لو ما اخدناش بالنا ممكن مثلا نحلها على انها بما تفسر. لا لازم ناخد بالنا علشان ايه؟ الاجابة هتختلف. طالما ما النتيجة اللي اترتبت بقى على موقع مصر، موقع مصر ده مش قلت لكم 100 100 وحلو؟ النتيجة اللي اترتبت ان احنا الموقع بتاعنا ده ممتاز وجميل، زيادة الأطماع في السيطرة عليه على مر العصور. يبقى ايه؟ مش انا قلت ان الفصل بتاع 4B او 4A ده مثلا احسن فصل في المدرسة. يبقى كل الطلاب اللي في الفصول التانية هيبقوا عايزين ايه؟ يقعدوا فيه، هيطمعوا ايه؟ ان هم يسيطروا عليه ويقعدوا فيه. نفس الكلام مصر ده موقع 100 100، موقع ايه؟ احسن موقع من ايه بالنسبة للدول. يبقى ايه؟ زيادة السيطرة عليه والاطماع ايه ان هي ايه تاخده. يبقى كل الدول عايزة ايه؟ طمعانة عايزة تسيطر عليه. نفس الكلام في فصل 4A قلت لكم كده، وبرده فصل ايه 4B. صح تمام. خدوا بالكم ان ما النتائج المترتبة تختلف لو قالك بما تفسر. لو قلنا له بما تفسر موقع مصر، اهمية موقع مصر، لا هيبقى اجابة تانية خالص. ليه مصر مهم؟ فاكر لما قلت لكم انا ممكن اكون بقول لكم خلاص؟ لا لازم تقولي ليه مصر موقع مهم. هنقول له بقى علشان ايه؟ عندها قناة السويس وتتوسط قارات العالم القديم. صح، يبقى متلخبطش، لازم نعرف راس السؤال عايز ايه. تمام. هنا بيقول لك ايه؟ لازم نقرا برضه. صنف قارات العالم القديم والجديد. قارات عالم قديم وقارات عالم جديد، حليناها 100 مرة. ها قارات العالم القديم، ها آسيا أفريقيا أوروبا، اكتشفها الإنسان ايه؟ قديما. اوكي. قارات العالم الجديد، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا، قارة قطبية جنوبية. ليه بين قوسين ممكن ندلعها نقولها اسم تاني زي ايه؟ أنتاركتيكا. برافو عليك، يبقى احنا كده حلينا الواجب سوا صح؟ اللي هو اختبار التالت. تيجوا بقى نحله سوا احنا المرة دي. اختبار ايه؟ رقم 4. معاك البوكلت قدامي. ها ماشي، بسم الله. اول حاجة طبعا عشان البوكلت عندكم الاختبارات فيه، الخريطة فيه مش مترقمة، عملتلكوا زوم اهو وانتوا وقفوا ورقموا. ماشي يلا. اول حاجة طبعا قلتلكوا ان الامتحان اوله بيبقى ايه؟ خريطة. اول حاجه وادي نهر ايه رقم 1؟ طبعا وادي نهر النيل، قلناها لكم اهو ما عندناش غيره. طيب 2 ده خليج ايه؟ الاختبار اللي فات بتاع الواجب كان هنا، قال لك خليج ايه؟ الصبع الصغير خليج العقبه. طب الصبع الكبير خليج السويس، عشان عندها قناه السويس يبقى ده خليج السويس، قناه على اسمها. طيب 3 جبل ايه؟ ها في الجنوب الغربي، جبل العوينات. برافو. طيب 4 منخفض القطارة اللي هو جنبها من فوق. برافو. 5 دولة ايه؟ برضو كانت في الواجب، فاكرين اللي عند مصر هنا من ناحية الشمال الشرقي، دولة فلسطين. طيب رقم 6 الصحراء ايه؟ هي من ناحية الشرق يبقى الصحراء الشرقية. برافو. طيب رقم 7 جبل ايه؟ ها لما قلت لكم لو قال لي ما بين الصبعين جبل يبقى جبل سانت كاترين، لو قال لي هضبة يبقى هضبة التيه. برافو عليكم. تاني حاجة، تاني سؤال معانا هنا ايه؟ لازم نقرا هو من الاول عايز ايه اصلا. اكتب ما تشير اليه العبارات الاتية. اوكي نشوف العبارات عايزة ايه. يقولك عملية حصر اعداد السكان مرة كل عدة سنوات. ده تعريف ايه؟ تعريف التعداد السكاني كنت تتلخبطوا فيه. ها حصر اعداد السكان يعني نعد السكان كل عدة سنوات، وقلنا بتبقى 10 سنوات، كل 10 سنين الدولة تطلع تعدنا. ها وصلتوا قد ايه دلوقتي؟ يبقى الموضوع ده كده اسمه ايه؟ التعداد السكاني، بنعد السكان يعني. برافو. رقم 2 النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة، لسه قايلها لكم. يبقى ده كده تعريف مقياس الرسم. برافو. طيب رقم 3 يلعب دورا في حماية البلاد والدفاع عنها. مين اللي بيحمي البلد وبيدافع عن بلدنا؟ مش محتاجة الجيش. 4 مملكة عاصمتها بوتو والملك لونه أحمر.
يبقى ده تعريف ايه؟ مملكة الشمال. برافو. ما النتائج المترتبة على، هي لازم نقرا راس السؤال، بيقولك ما النتيجة المترتبة على معرفة المصري القديم النار؟ لما المصري القديم عرف النار ايه عمل ايه؟ يبقى استخدمها في طهي الطعام والتدفئة وابعاد الحيوانات ايه المفترسة. برافو، حليناها كتير برضو، كان اول درس ده صح في التاريخ. ماشي، يبقى رقم 2، ما النتيجة المترتبة على معرفة اتجاه الشمال؟ لما يبقى في سهم كده بيشيل اتجاه الشمال في الخريطة، ده بيفيدنا في ايه؟ يبقى يفيدنا في تحديد ومعرفة باقي الاتجاهات على الخريطة. معرفة وتحديد باقي الاتجاهات على خريطة. برافو. طيب رقم 3، موقع مصر الجغرافي، لسه قايلها لكم برضو في الاختبار اللي كان واجب. طيب ما النتيجة المترتبة على موقع مصر الجغرافي؟ واخدين بالكم انا بعمل ايه؟ كل شوية نجي نقرا سؤال بشوف راسه من فوق كان عايز ايه. ما النتيجة المترتبة؟ عشان ما نتلخبطش، ما نحلوش كأنه بما تفسر، لا كل شوية انا برضه اهو بقرا ايه ما النتائج المترتبة على موقع مصر الجغرافي. كل سؤال برجع برضو ايه افتكر كده وعايز مني ايه عشان ما انساش. النتيجة اللي ترتبط على موقع مصر الجغرافي، لسه قايلها لكم في اول الفيديو، ها مين فاكر؟ النتيجة اللي ترتبط ان موقع مصر ده ايه مهم، يبقى زيادة الاطماع في السيطرة عليه على مر العصور. برافو عليكم. ده كده اختبار 4 حليناه، صفحة 50 في البوكلت. تيجي نحل تاني؟ تعالوا عشان نبقى شاطرين. اختبار 5 صفحة 51، تيجي نحله سوا. اول حاجة فيه شبه، فاكرين امتحان المتر ما كانش عاطيني خريطة، كان عاطيني ايه الاتجاهات دي، مش محتاجة ان احنا نرقم سوا، اهو هي مترقمة. رقم، بيقول لك استكمل الشكل الذي امامك. رقم 1 ده اتجاه ايه؟ الشمال. برافو. طيب رقم 2، ها الجنوب. 3 شرق. 4 ها انا بستنى عشان انتوا تقولوا قبلي، الغرب. طيب رقم 5، الحاجات بقى اللي انتوا تلخبطوا فيها، الاتجاهات الفرعية بقى، احنا اللي احنا قلناهم دول اتجاهات اصلية. طيب الاتجاهات الفرعية بقى دول، رقم 5 ده كده ايه؟ مش ده الشمال وده الغرب؟ يبقى نبدأ من فوق، يبقى الشمال الغربي، يبقى رقم 5 ده كده اسمه الشمال الغربي. طيب لو رقم 6، مش ده الجنوب وده الشرق؟ يبقى رقم 6 ده اسمه الجنوب الشرقي، الجنوب الشرقي صح. بنبدأ من الاتجاه ايه اللي تحت، يبقى ايه الجنوب الشرقي. اوكي يلا نشوف، اول حاجة نقرأ هو عايز ايه، بما تفسر، فسر لي، قول لي السبب ليه تنوع سطح مصر. حليناها برضو قبل كده في البوكلت مع بعض، بما تفسر ليه بيتنوع سطح مصر، ليه سطح مصر مش كله شبه بعضه، ليه في تنوع في السطح؟ قال لك ايه؟ بسبب تعدد اشكال ايه التضاريس، زي ايه؟ بين قوسين، مرتفعات وسهول ومنخفضات. فاكرين هتلاقينا حليناهم برضو ايه مع بعض قبل كده في التدريبات الخاصة بالدرس ده. تمام، يبقى بما تفسر تاني، تنوع سطح مصر، فسر لي ليه سطح مصر متنوع، ليه مش الارض عندنا في مصر كلها شبه بعضها؟ قلت له لا، لان احنا عندنا اشكال ايه تضاريس مختلفه، مصر كلها مش شبه بعضها، لا بين قوسين افتح له، قول له عشان عندي منخفضات وعندي مرتفعات وعندي ايه سهول، منطقه فيها مرتفعات ومنطقه تانية فيها سهول، سايبها صيديه وساحليه، منطقه تانية فيها منخفضات شبه منخفض القطاره. فاهمين؟ في حد مش فاهم اي حاجه يبقى يبعت لي برده على الجروب بتاعنا. طيب بما تفكر، بص انا اول كل ما اقول حاجه لازم افتكر فوق، افكر نفسي وكان عايز ايه عشان ما احلهاش غلط، ما احلهاش كانها ما النتائج. يلا بما تفسر، اهميه الخريطه، ها اول درس معانا برضو، ايه الخريطه مهمه في ايه؟ هي تساعد التلميذ على المذاكره، وتساعد المعلم في الشرح، وتساعد في تحديد ايه المواقع، زي مين؟ بتساعد الطائر والسائح. ماشي. رقم 3، أهمية التعداد السكاني، بما تفسر ليه؟ فاكرين التعداد السكاني قلت لكم إن الدولة تطلع كل 10 سنين تعدنا بقينا كام؟ إيه أهمية بقى الموضوع ده؟ ليه الدولة بتطلع تعمل كده أصلا؟ مش لازم قلت لكم كل حاجة، لازم نسأل ليه؟ ليه الدولة بتعمل كده؟ ليه الدولة بتطلع تعدينا تحسدينا يعني؟ لأ،
قالت لك انا بعمل كده عشان ايه؟ توفير احتياجات السكان، بشوفكوا قد ايه عشان اعرف ايه البي احتياجاتكم. فاكرين الشرح بتاع الدرس ده؟ زي بين قوسين ايه، من مستشفيات ايه ومدارس، شوفوا عددكم قد ايه عشان اشوف اعمل لكم مدارس ومستشفيات ايه تكفيكم. طيب بس كده يا دولة؟ قالت لك لا، كمان علشان ايه؟ التنبؤ باعداد السكان في المستقبل. عشان قلت لكم كلمة تنبؤ يعني توقع، اخمن كده انتوا في المستقبل هتوصلوا قد ايه. بس كده قالت لك لا، كمان للتخطيط للمستقبل، للتخطيط للمستقبل. يبقى 3 حاجات اهمية التعداد السكاني ده، ايه اهميته؟ ايه 3 حاجات؟ ايه؟ معرفة احتياج، توفير احتياجات السكان من مستشفيات ومدارس. تاني حاجة ايه؟ تنبؤ بأعداد السكان في المستقبل. 3، التخطيط للمستقبل. طيب رقم أكمل، نشوف ايه أكمل عايز ايه. بيقول لك رقم 1، يتجمع السكان في الواحات حيث مياه ايه. الناس اللي بتقعد في الواحات دي بيبقى عندهم مياه ايه؟ هقول له هنا آبار وهنا ايه؟ عيون. هي المياه الجوفية يعني، اللي هي من ضمنها ايه؟ اللي فيها آبار وعيون. طيب رقم 2، يقصد بإيه نقط انتقال الأفراد من مكان لآخر داخل حدود الدولة. ده تعريف إيه؟ لما الفرد ينتقل من مكان لآخر بس داخل حدود الدولة. برافو، هجرة داخلية. طيب 3، تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي في قارة أفريقيا. برافو. 4، يحد مصر من جهة الشمال بحر إيه؟ مصر في الشمال من فوق عندها بحر إيه؟ متوسط. طيب 5، تلون الجبال على الخريطة باللون ايه؟ قلنا الجبال يعني مناطق مرتفعة، صح؟ قلنا المناطق المرتفعة تبقى باللون البني. طب المياه باللون الأزرق، صح؟ راجعوا على الألوان تاني لو نسيتوها. رقم 6، تنتشر بالصحراء الغربية. الصحراء الغربية اللي من ناحية الغرب ينتشر بها ايه؟ يقول له ينتشر بها الواحات. الواحات. رقم 7، صنع المصري القديم أدواته من. انتوا كملوها عندكم في الدروس واكتبوا في العصر الحجري. يعني يبقى صنع المصري القديم أدواته في العصر الحجري من ايه؟ اسمه عصر حجري، عصر حجري. يبقى صنع أدواته من الايه؟ من الحجر. هو من اسمه كده، مش احنا كل حاجة بناخدها من اسمها؟ يبقى ايه في العصر الحجري؟ يبقى صنع ايه؟ مش محتاجة، من الحجر. لو في اي مشاكل، حاجة واقفة معاكم، ابعتولي على الجروب الواتساب الخاص بتاعنا وانا ايه هجاوب عليكم ان شاء الله. تمام. يبقى احنا كده حلينا التالت اللي هو بتاع الفيديو اللي فات ده، كان واجب حليته سوا عشان لو حد وقف معاك. ورقم اختبار 4 في البوكلت حليناه سوا، وبرده اختبار ايه 5. المره الجايه ان شاء الله هيبقى فيه واجب اختبار 6. احنا لسه، انتوا في البوكلت عندكم لغايه اختبار 5 بس، اخره صفحه 51. انا مكمله باقي المراجعه وبعتها لكم على الواتساب PDF. خشوا على الجروب هتلاقوا ان انا بعتها لكم بقيه المراجعه اللي هو بقى فيها اختبار 6 واختبار 7 واختبار 8 ان شاء الله. هتلاقيهم ايه عندكم PDF على التليفون، انا بعتها لكم على الواتساب. تمام. واختبار 6 صفحتين، اختبار 6 اهو صفحتين. هنحلوا ايه؟ هتعملوه انتوا واجب، وان شاء الله برضه لو في حاجه واقفه معاكم انا هحله المره الجايه. انا عارفه انه هيقف معاكم موضوع ماذا يحدث اذا كان يحدث اذا، وما رايك، انا هديه لكم عشان نتدرب عليه، واجهوه انتوا مع نفسكم، وان شاء الله برضه ايه هنحله المره الجايه. في مشاكل اي حاجه برضه ايه ابعتولي على الواتساب. مع السلامه، اشوفكم على خير ان شاء الله.